دشين في 2011. حنا في 2020 ومازال ما كاين والو، مازال ما حولوناش. نحولوا النصف الدوار والنصف خلاوه تما طلعوا عليه، قال لك حقه ما حقه، انتم اصحاب العيغفال. دابا المشكل ريبوا شي وخلاوا لشي، ولات الحنوشه، الطوبه كترت، الشفاره ولا الكريساج. ولدك تبغي تصيفطو للحانوت ما كتقدرش، كتخاف عليه، لان شي رايب وشي شي باقي. كون ما ريبوش كلشي ولا يريبو كلشي في مره، ماشي نقبو شي من هنا وشي من هنا. اللي عطى الفلوس حيدوه، واللي ما بغاش يعطي الفلوس خلاوه. هادشي راه حرام، ظلم. هذاك حقنا السكن، وعطاه لنا سيدنا الله ينصرو، وعاش الملك. ما عطينا حد، عطينا الملك الله ينصرو. شحال العدد ديالكم نتوما يعني اللي 190 واحد اللي مازال، حنا اللي باقى 190 باب، باب باب محسوبه 190 باب. قدام هما في الدوار قدام. ها عندك مراه، اسمح لي خليك معنا. قدام اسيدي السلام ورحمه الله. سيدي نعم سيدي، يا سيدي قدامين. لا 200 مشات، 3000 اللي مشات. حنا كاينين تما يخلونا، قال لك صحابي غفال حقا بقاو تما. اليوم غدا، اليوم غدا جينا هنا والو، طلعوا للمشروع هكاك وما كاين حتى حاجه. كنتمناو من عيد سيدنا تديروا معنا شي حل. هذا هو اللي كان سيدي الله. يا سيدي زعما راه هاد مي مالك اخويا، هاد مي مالك 40 عام وهي ساكنه في الدوار. من 84 حنا في هاد سيدي عباد، وكبرنا وليداتنا وتمحنا وجرينا والشتا والغيث وكل شيء. والنهار اللي جات الاستفاده كيعطيو زلقه لهاد الجي وكيعطيو زلقه لهاد الجي. حنا ملي كانت كتجي الاحصاء كانت كتحصي باب بباب، ودابا النهار اللي بغاو يعطيو الاستفاده كينقزوا باب وكيعطيو الباب وكينقزوا جوج بيبان ويعطيو الزلقه الاخرى. ودابا حنا باقيين منفيين هنايا. كيلقطوا اخويا، كيلقطوا شي من هنا شي من هنا شي من هنا، ما غاديينش معنا باب باب. ولقطوا شي من هنا شي من هنا وزقاو علينا هادي عام، خلونا حابسين. حنا دابا تنفينا هنا في سيدي عباد، ما بقيناش عندنا الماء، ولينا مضرورين بالحناش. يهودوا علينا من واحد الوزين تما تاع الفاسي تاع الدجاج، ولا كيخرجوا منه الحناش. وبالمعقول هذا الشيء ما كاينش فيه الكذوب. تصور ورونا. والماء، الماء ما كاينش. ولينا وداز الشفره، وداز الشفره، وداز. دابا حنا ما بقيناش نقدوا نخرجوا نبركوا حتى في الباب. انا والله القسم الا جا واحد بغى يقريسيني في بابي، في بابي جاي يقريسيني في بابي. واخا انا نسمع عاش الملك، عاش الملك، السلام عليكم. كي دايره لاباس سيدي؟ حنا سيدي 40 عام وانا كاينه في الدوار، 40 عام وانا كاينه في الدوار. جوجت ولادي، تزوجت تما وجوجت ولادي وكبروا وتزوجوا. الناس سكنوا 5 سنين 4 سنين خادوا استفاده، وانا عندي 40 عام ما خدتش استفاده. وماشي غير انا، بزاف منهم، ماشي غير انا بوحدي، كندوي على الساكنه كامله. انسان عنده 40 عام ساكن في الدوار، جوج ولادو ولادو ولدو، وحنا باقي كنعاينوا وتا حاجه ما شناها. والناس اللي سكنوا 5 سنين 4 سنين خادوا استفاده. علاش ياخذوا استفاده وحنا اللي قدام نبقاو تم؟ علاش هذا الشيء؟ هذا الشيء خاصو تغيير، خاص الانسان يغير هذا المنكر اللي كاين. هذا الشيء كيتحمل المسؤوليه فيه المقدميه، هذوك المقدميه اللي كيقول لي هذو حقا ما كاينامش. واش انا كنسكن 40 عام وما عنديش حق؟ شحال غادي نجيب لي من مقدم؟ نجيب لي 6 المقدميين ولا 7 اللي دازوا عندنا؟ شحال من قايد داز عندنا؟ ورا 40 عام رانا حنا شرفنا، راه جات عندي غير 20 عام في الدوار سيدي عباد. الولاد عندك؟ عندي 3 الولاد وبنت، كلهم عايشين معايا وكلهم مجوجين، وراه حنا باقي ساكنين في براكه.
الحناش والفيران والماء مقطوع علينا واحد الحاله ما تفوتك يا واحد القادوس راه ما كنسيبوش كيفاش تخرجوا تحت قدام البيبان قادوس حاشاك خانس عندنا الخو والماء ما تلاصه ما فين يمشي والو دابا رجعوا النص في الدوار والنص خلاو والدوار تخرب ولاو الحناش ولاو حاشاك الطوبات الشفاره بنهار والمراه ما بقاش تبقى وحده في الدار واش الراجل ما يخرجش ما يخدمش نبقاو حدنا عندنا سادين لنا الشراجم ولا يدفعوا لنا البيبان بنهار بنهار عندنا نخافوا البيبان ولا يدفعوا لنا بنهار عاش الملك عاش سيدنا عاش الملك 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 غير حقنا من عند سيدنا سيدنا عطينا الحق في السكن السلام عليكم الله ينصر سيدنا وعاش سيدنا وحنا دابا من العشر وحنا واقفين هنايا وشو دابا شحال في الساعه ما كاينش اللي خرج عندنا وما كاينش شي مسؤول جا عندنا ولا كاين مالكم ولا شنو والو حنا دابا كنطالبوا غير من الحق ديالنا بغينا غير السكن ديالنا يعطونا الاستفاده وعاش سيدنا وعاش الملك عاش ملكنا عاش ملكنا الله ينصر سيدنا خلف هذه الوقفه الاحتجاجيه ديال السكان ديال سيدي عباد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم اخويا انا من هذا انا من هاد الناس اللي واقفين دابا في متضررين يعني جاتني الاستفادة ديالي. وليد دي ماكسيد اخر عنده عائلة انا الزراوي رضوان هو الزراوي احمد هو عنده 4 وليدات انا عندي ثلاث وليدات وليداتي كبار انا قال لي دي ماك خوك ما يمكنش دي معايا اخويا الاساس هو احنا عائلات ما يمكنش دابا انا دابا راه مشرد حاله لا يرتضي لها انا نوريك التصويره ديالي الله يجزيك بخير نوريك المحل فين دابا عايش يعني واحد الحياه لا يرتضيها انت اخويا الله يرحم الوالدين سمح لي انا غنجبد دابا تشوف فين ساكن غتشوفني فين ساكن غتقول ان شاء الله وغادي نشوفو حنا لا تشوف غتشوف بلاتي غنوريك التصويره اخويا يعني عرفت شنو هو واحد الحاله شنو واش نقول لك عايشين واحد الحاله ما نكذبش عليك تشوف والله اخويا تضر في خاطرك بالله ني الطوبه معنا وحالتنا وحي الله الحنش لقيتو داخل على المحل انا قلت حسب لا اله الا الله وهذا المسجد يخرج ليا في الصحه ديالي الا كذبت الا حنش لقيتو في المحل ديالي انا بالك نقضي في غلط تبان لي حنش جايز حنا غادي نجيو نشوفوا هذا الشيء ان شاء الله ان شاء الله كنتمنوا من الله حنا راه معاهم حنا ولاد المخزن حنا ما عندناش مشكل غير هو يديروا معنا شي حاجه اللي كتناسب الموقع حنا دابا مشردين دابا في الزنقه اللي لا يمكن واش الانسان يبقى مشرد في الحشومه عارف يلا معنا واحد سيدي انا من سكنه سيدي عباد والناس كيقول لك اليوم هاد السيمانه نجيو عند هاد الشهر والحاله راه جيو شوفوا نتوما الحاله يعني كي دايره هاد الناس هادو راه والو راه اليوم كيقول لك اليوم غنجيو غدا نجيو حتى شي حاجه ما كاينه وحنا دابا راه تقريبا 7 سنوات باش بدا المشروع الناس كيريبوا ويمشيو وحنا بقينا بغينا نعرفوا علاش حنا علاش سقطونا حنا يعني عندنا كل شيء عندنا حنا بوليداتنا بالوراق ديالنا بكل شيء ما كاين حتى شي حاجه سقطونا علاش بغينا نعرفوا علاش والناس الناس كيقول لك الناس ديال العماله ما باغيش يخدموا ما باغيش والناس ديال المشروع ما باغيش يديروا خدمتهم السيد القايد راه جا عندنا وجا حصى الناس وثبت الناس اللي كاينين وسميتو في الاخير باقي ما كاين شحال المتعه شحال العدد ديالكم شحال تقريبا شي 150 واحد تقريبا اللي كنسمع 190 لائحه رسميه لائحه رسميه ايه ان شاء الله غادي نجيو عندكم اذا في ختام هذه الوقفه الاحتجاجيه او التغطيه ديال هذه الوقفه الاحتجاجيه قدام العماله ديال المحمديه واللي كتزامن ايضا مع وقفه احتجاجيه ديال الفراشه ديال ساحة مالي المقسيون من الاستفادة إذا إن شاء الله غادي نجيو عندكم إن شاء الله غادي نجيو عندكم وغادي نشوفوا في عين المكان إذا دمتم بخير ومباشر آخر بعد قليل إلى اللقاء.